طيب، من فترة للتانية بنجيب لحضراتكم برضو بعض المعلومات. الفيديو جراف اللي معانا اللي جاي هي نصايح للتغلب على حرارة الصيف، بما ان احنا بنتكلم يعني ان خلاص درجات الحرارة في ده زايد مستمر. يوم الثلاث هيشهد اول يوم لفصل الصيف، واكيد بالتالي هيبقى فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. طب احنا كبشر بقى نعمل ايه؟ نتغلب على حرارة الصيف ازاي؟ تحديدا الناس اللي بتشتغل في اماكن يعني مكشوفه او متعرضين للشمس. خلينا نتابع الفيديو جراف ده عشان نشوف برضو بعض النصايح ونرجع نكمل. كلها نصايح مهمة وسهلة وقابلة للتنفيذ. صحيح، بس في بقى إضافة صغيرة جدا عايزة أقولها، لأن الملف ده مهم واتكلمنا في النقطة دي مع دكتور دينا أبو السعود طبعا. لأن ده موضوع كارثي، معلش أنا هقوله، لأنه مرتبط بفكرة درجات الحرارة والارتفاع الملحوظ في الفترة اللي جاية. وهي كريم إن أنا أسترخص، بعض الناس ممكن تسترخص وبتشتري كريمات اللي هي بتتباع زي الفيديوهات اللي شفناها على السوشيال ميديا اللي هي واقية من الشمس، بتشتريها بتبقى مثلا سعرها 400 جنيه بتتباع ب 40 جنيه. فدازنت ميك يعني ملهاش مفيش سنس في الكلام ان حاجه ب 400 جنيه بشتريها ب 40 جنيه. وحضرتك لازم تتاكد او حضرتك لازم تتاكدي ان ده منتج مغشوش فيه. فلما احط سان بلوك على وشي او على وش اولادي او على وش والدي او وات ايفر ناس كبيره في السن او غيره، وعلى اساس ان هو يحميهم، ده ممكن يتسبب بجد انا بقول لحضراتكم لامراض قد تصل للكانسر او السرطان. فاتمنى ان احنا نخلي بالنا جدا، لو احنا ما نقدرش نشتري منتج غالي نجيب يعني اي منتج بديل بس بسعر يكون مناسب وفي نفس الوقت يكون اصلي. النقطة دي مش نقطة رفاهية، النقطة دي نقطة في غاية الأهمية تحديدا الفترة اللي جاية. يعني نخلي بالنا لأن بجد عواقبها وحشة جدا. المنتجات اللي أنت بتتكلمي عليها لازم تعنون بوداعا للبشرة. وداعا للبشرة. الله يصح عنوانها. طيب.